فهيم، انا امبارح كنت مرشح، صوتي ما بينطق النغمه. شو انا مش حافظها؟ ولك يا عم شو قصتك؟ قلت لك كنت مرشح. رجعت على البيت بعد السهره، شربت فنجان زهورات ونمت. قمت اليوم صوتي بيرن مثل البيانو. طيب انا العود بعيد عني، إذا أنت العود حدك أعطيني نوتة الري واسمع. تكرم. من فضلك هدي لي هالسماعة شوي، هيدا صوته حلو، مش مطرب من اللي فكرك منه، هيدا صاحب شركة الملابس الوطنية، غاوي مغلى وبيحلق مرتين يومية. هيدي الري يا سيد فوزي. قسم لي شوية صوتي من النغمة براسي. لحظة فهيم، تفضل. أهلا هدى، في شي مستعجل؟ عفوا سيد فوزي، بس بدك تمضي لي طلبية الصوف للمعمل. هي أكيد، اتركي لي هون شوي. مطلوب منا 300 فستان جرسي. ايه عارف عارف، عم بحكي بها الموضوع، ارجع لعندي بعد شوي. حاضر. ايه فهيم، سمعني تشوف. حاضر. الستات عيونك عسليات، منك غمزة ومن اتنين صاروا تلات غمزات. يا سلام، الليلة حنبيضها. فهيم، بدي منك تغير لي التلحين، اعمل لي شي جديد غير هالطريقة. اشتريت اسطويني، هلأ بسمعك يا وبتشوف شو عاملين، مدخلين ارغن وبرزان. على فكرة زبط معك كريم الشعر الجديد. هلو بابا. خليكن على الخط. اهلا نورا. بابا ما بتجيني الا انا ومشغول، عم بعمل طلبية الصوف. ايه بابا،
بابا انتو حاطين اعلان بالجريدة لموظف بالمعمل، بعرفك نبيه زميلنا بالنادي، شاب متعلم وحابب يشغل غير الوظيفة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تشرفنا. ايه بابا، قضايا التوظيف بتهتم فيها هدى، انا اتركوني للقضايا الكبيرة. هدى السكرتيرة بتشيل وبتحط؟ بابا هدى مسؤولة عن التوظيف لانه نحن كلفناها، بعدين هدى موظفة نشيطة وممتازة، ممشية المعمل مثل الساحة. بس انا روح لعنده؟ شالي بابا، خدي هالشاب الحلو وقلي لانه جاي من قبل البابا، انا رح تلفن لك. يلا حبيبتي يلا، الجميع ناطرين على التليفون. هاي فهيم نطرتك. هالصنف من الكنزات ما رح ننزله هلا على السوق، خلينا نعمله بالاول حمل الدعاية. بيبقى علينا الاصناف الثانية. وزعوه على كل المحلات بالبلد، نحن غايتنا نغرق الاسواق بالمصنوعات الوطنية. يمكن جينا بوقت مش مناسب، حياتك مشغولة. ابدا، اهلا وسهلا، زيارتك عزيزة. وين مش عم نشوفك؟ انتو مشغولين وانا ما عندي وقت، الحلة، الخياط، النادي وزيارات الاصحاب. اليوم الصبحية عندي، بكرة عند فلانة، وبالليل سهرات ودعوات، مش معقول واحد يقدر يلحق شو هيدا. يعني يعطيك ألف عافية. شو بتريدوا نضيفكم؟ قهوة، شاي؟ أبداً وحياتك، أنا عصبية ومعود بقدر نام. مارينا، الإدارة أعلنت بحاجة لموظف، والبابا وديني لعندك وجابي مع الأستاذ نبيه بدنا نوصفه. شو يا معلم خليل؟ حضرته ناظر المعمل. حضرتك شاب ناعم، يمكن شغلنا خشن عليك. ليش أنتوا مش طالبين مدير؟ لا، طالبين ميكانيسيا لتصليح المكانات. أنا شغيل مكنة؟ ولو يا نورة، ولو. لا تتعب يا نبيه، أنا بشوف البابا عشية. عن إذنكم، مع السلامة. طيب أنا رح شوف البابا. أنسة نورة، المحل بخصكم وأنتوا أصحابه، إذا أبوك بقول وصفوه مدير عام أهلا وسهلا، أنا ها بنفذ تعليمات الإدارة. أنا باخد القضية على مسؤوليتي، بس أنا ما فيني أتأيد إلا بأوامر خطية من شخص مسؤول. ولو ما لي كرامة بهالمعمل؟ كرامتك على الراس والعين، بس مثل ما قلت لك أنا هون بنفذ تعليمات الإدارة. ألو، مين؟ سيد ديميسي، أهلا، شو صار بالقضية؟ إذا كان هاي، أنا طالبي 5000 ليرة من البنك، بوفين على سنتين. لا معلش معلش، اذا كان هيك معلش، الغيلي الطلب. لا بدبر المبلغ. على كل حال شكرا، عزبنك. انا بعتذر، دقيقة برجع. نورا، هدى مسؤولة عندكم؟ نعم يا سيدي، هيك بده الوالد. سمعتيها شو حكيت بالتليفون؟ ما انتبهت. شو؟ بدها تتدين فلوس. كيف عرفت؟ حكيت مع البنك والهيئة، طالبة تستلف مبلغ. سبقني عني، بدي اشوف البابا شوي. يا عيب شو، ما ضيفناكم شي؟ شكرا. مين رجعتي بابا؟ بدي اقول لك شي. قولي بابا. بخصوص ال... بخصوص الشاب حكتني هدى. بابا مش معقولة شاب لطيف وناعم يقدر يشتغل على المكانات. بس يا بابا مش معقول كمان هدى ضل تؤمر وتنهي من عندها، عم تتصرف كأنها هي صاحبة المعمل. يا بابا هدى مش يرفي من قبلنا، الواحد بيجيب الأشخاص بجربهم بيلاقيهم أهلا للثقة، بيسلمهم صلاحيات. يعني الست هدى إلى حق تتصرف بمعمل البابا أكتر مني؟ كيف؟ هي بتقدر توظف اللي بدها إياه وأنا ما بقدر. طولي لي بالك شوي بابا، روقي وقعدي شوي. بابا قلت لك هدى بتنفذ تعليماتنا، بعدين ما بريد تاني مرة اسمع منك هالكلام. بس هي مغرورة. بعرف بعرف انك ما بتحبيها، بس هي كويسة. لا يا بابا بحبها، بس بحبك إلك أكتر وبحب مصلحتك أكتر. ما بعرف، أنا اليوم بديت أقول لازم نتحسب لها شوي. ليه؟ بابا هي كتير منيحة، بس الظاهر إنها مقدمة طلب لبنك القروض تطلب سلفي. طيب شو عليه؟ ما كلنا بنستلف، بنك القروض انوجد حتى يساعد الناس ويسلفهم على المدى الطويل. انا غيرة عليك حبيت قلك، لان حكيت مع الدماسي موظف البنك. طيب معلش يا بابا. بابا اذا هدى استلفت بتقدر توفي؟ ايه بتقدر توفي، معاشها بيساعدها.
طيب بابا انت نزلي لي الهم عن ظهرك شوي وروقي لي بالك يقطع الزحل. طيب تأمر مني شيء؟ انا رايحه. لا بابا الله معك. أنسة هدى تفضلي لعندي شوي. حاضر. هدي هدى قولي لي كيف الشغل؟ ماشي. كل العمال والموظفين بالمعمل بيشكروك وأنا مبسوط كتير للنتيجة اللي وصلنا لها بهالمدة القصيرة. إن شاء الله نضل عند حزن زانكم. قولي لي هدى في شي زعجك بالشغل؟ أبدا سيد فوزي، أنا شخص مخلص، اسمحي لي أتدخل شوي بخصوصيتك. تفضل. في حدا بحياتك؟ ابدا. يعني كان في شخص وبعدين صارت قصة محزنة ونهاية و شو هالحكي؟ قصص شو؟ قولي لي معاشك عم بكفيكي؟ عظيم كتر خير الله. طيب في إلك شي قضية مع البنك؟ سيد فوزي مش ضروري كل هالمقدمة لتسألني هالسؤال. أنسة هدى ما تفهميني غلط، أنا بس بدي اطمن على أحوالك. الدميسي أنا كلفته يقدم طلب باسمي للبنك لأنه عنا هالبستين عم ننقبه ونزرعه من جديد، يمكن نحتاج لمبلغ، وبي كل شوي بيهدد بالسفر إذا ما زرعنا البستين. طيب قديش المبلغ؟ 5,000 ليرة على مدة، وأنت بتعرف إنه البستين بيسوى كتير، بس هلا البنك مش عم بيعطي قروض. شفتي؟ لو ما صرنا مرقين بطلبيات بضاعة كنت أنا بسلفك المبلغ، بس مثل ما بتعرف نحن شركة مؤسسة جديد وعلينا مدفوعات. ولو شو أنا غريبة؟ إن شاء الله بكرة بستينكم بزهير وبيحمل فواكه وبتصيروا تقبضوا منه وبتصيروا تهدونا إلنا كمان فواكه. الله كريم. بخصوص الشاب اللي توسطت له الأنسة، أنا ما بتدخل، أنت اختاري الأصلح. شكرا. عفوا حضرتكم نشرين اعلام الجريده طالبين مكان صيانه المكانات. نعم بس كيف دخل؟ دلني الحارس ولقيت الباب مفتوح. بس المكتب ما في حدا، كيف تبقى؟ بتاسف، بتريدي اطلع وارجع فوت؟ ما في لزوم. قلت لي بدك تشتغل؟ نعم. شغلنا متعب شوي. ما بيهم، ويمكن تكون الاجره بالاول قليله. في امل تكتر إذا اتفقنا على الشغل. منتفق. متفائل؟ أحسن. واثق من نفسك؟ حضرتك يا أنسي تروحي بالثقة. شكرا. شو كنت تشتغل؟ اشتغلت ميكانيسيان وشوفار ونجار وعلى مكانات من اللي عندكم، وعملت شي سنة ديكور. وليش تركت؟ كنت عم فتش على أحسن. وبلكي شغلناك عنا وما عجبك الشغل؟ برجع فتش على أحسن. من دخلك مرحلة تجربة بالأول وبعدين منشوف. معقول، وأنا على المكانات وغير المكانات أي شي بقدر أشتغل. ما سألتك عن وضعك العائلي، مجوز؟ لا، عندي أمي ما إلى غيري، كبيرة بالعمر. دخيلك ذكرتيني، تسمحي تلفن لها حتى بشر انا ممكن استلم وظيفه، حرام تكون قلقانه علي. انتوا ساكنين بهالحي؟ لا، بلدنا بعيده، ولما قريت بالجريده جيت انا وامي لهون نطرت عن ناس قريبين. تسمحي تلفن لها؟ تفضل. شكرا.
ألو ماما؟ يا عيون الماما. ايه ايه احكي عم بسمعك منيح. ماما بشرك انا هون بشركة الملبوسات الوطنية وعم حاكيك من مكتب السكرتيرة الانسة هدى. الانسة هدى. ايه رح يجربوني بالشغل. الو عاطف، جرب يكون سلوكك منيح وخليهم يأمنوا لك. لازم تكسب صداقة السكرتيرة وبعدين تاخذ التعليمات. ما تجي هلا، بلكي في حدا مراقبك. روح عشي مطرح تاني وانتظر الليل. حاضر ماما، مع السلامة ماما. لماما بتشكرك كتير والله قدرنا نكفيكي، وبتقول ان شاء الله نفرح منك اذا كنت عازبة. شكرا. امتى بقدر استلم الشغل؟ هلا بحكي مع السيد فوزي. المدير؟ المدير وصاحب الشركة. مثل ما بتريدي. ما سألتك عن اسمك. اسمي عاطف. سيد فوزي، في موظف جديد بيظهر عنده الشروط المطلوبة، إذا بتسمح تشوفه. اه انت ويا لهون. حاضر، تفضل معي. السيد عاطف اللي قلت لك عنه. هيئتك شاب كويس، ان شاء الله يوافقك الشغل عنا وانت كمان توافقنا. يا سيد فوزي، المثل بيقول عند الامتحان يكرم المرء او يهان، ورح بتجربوني بالشغل وبتعرفوني. عشت. امتى رح يستلم؟ بيقدر بكره يجي يستلم. طيب اسمحوا لي انا اروح ادبر حالي، وانا كثير شكركم على هالثقه هيدي. الله معك. شكرا. أنسة هدى. نعم. في مسألة خاصة عم تاخد كتير من وقتي للتفكير فيها. بقدر بعرفها؟ بدي أسألك، دق العود أصعب أو دق البيانو؟ لا البيانو. هيدا فهيم الحلاق بيقول لي إنه العود أصعب. لأنه فهيم ما بيعرف إلا عود. بتعرفي مش عم بيتوفق لي بألحان هزوي. فهيم خلاص ما بقى يقدر يعطي أكتر من هيك. أنا لو معه وقت كنت بلحن إشياء عظيمة عهدير المكانات وغزل الخطام، بس أخ ما معي وقت. كتر خيرك اللي بتقدر تدير المعمل وتتفرغ للغنانة. آنسة هدى، الغنانة بتزيد طاقتي على الشغل، ومن هيك شراكت بتأسيس نادي التسلية الموسيقي حتى ينوجد جو ويتلون جو المعمل ويزيد الإنتاج. ننهب نسرق خلف
عيون البوليسي مثل الريح بنمرق ليلي بنسهر ليلي ننشل ننهب نسرق خلف عيون البوليسي مثل الريح بنمرق نتنزه ع حدود الخوف الماله حدود وعلى المجهول منتمشى وعلى طرقات السود نطرتنا جواهر صيغ عقود وزيني نطرتنا الأساور بالعلب الحزيني نطرتنا جواهر صيغ عقود وزيني نطرتنا الأساور بالعلب الحزيني وحلق بالعلب واللولو والقصب والخواتم ناطرة وناطرنا الذهب بس المهم ما ينطرونا رجال البوليس وصفيرات البوليس ويجمشونا ويحطونا بشي جراج ويسكر الجراج سكر الجراج نزل الليل في ولا سراج يجرح الليل فلوا السيارات راحوا على بيوتن ناموا السيارات درجات بيوتن وغفية الدراج ووعية الدراج وسكر سكر سكر الكراج هيدي الصورة عظيمة وهي أسوارة وهي دخيتم عظيم نعم سرقتوهم هذا من محلات بلدان اه يا عبد اه ضبوهم بالصندوق تعالكم هستيلوا النايم نحن ما سرقنا طيب النين اجا خلي رئيس فرع النشل يجاوب يا خفيف قرب تشوف نعم يا معلم هيدا ستيلو جماعتك نشلوه ايه هيدا نشلو طرزان امبارح من تاجر كان مارق بسوق الخضرة ايه قلو لطرزان خلي يبقى ينشل اشياء تليق باسمه اجمع لي الشباب واعمل لهم محاضرة نحن ما بدنا نقش من جيوب الناس شو مكان يا اشي عليها القيمة يا اما بلاش يا معلمي بده يكون نغش بالزلمة مظهره كويس اذا نغش كان لازم يضرب ايده على المحفظة مش على ستيلو ولك اذا تمشوكن التحرية ما بتستخوا بحالكن ناشلين هيك بضاعة يا معلمي ايد النشال بتمد على الجيبة مثل الشبكة اللي بترميها بالبحر ما بتعرف شو راح يطلع لك الصياد المنيح بيعرف وين السمك المنيح انا مثلا قبل ما اترقى واتريس جمعية النشل والسرقة عينوني 6 سنين نشال متدرج وسلموني من شارع الروضة لساحة التماثيل وما بعمري ضربت ايدي عجيبي وطلعت باقل من 100 ليرة ايه يا معلمي بكل مصلحة في ناس موهوبين اكتر من ناس مش قضية موهبي وبس الدراسة الها حق درسوا وجوه الناس قبل ما تنشلون تياب غشاشة مرات بتشوف الواحد لابس كويس وما بيبقى معه 5 ليرات ومرات بتشوف واحد بتقول عنه يا لطيف شو مسكين وبيبقى معبى اللي بتبقى جايبته معباية تعكس على وجهه طمأنينة انتو شلحوا هالطمأنينة اذا هيك انا بقترح نعطي صف كل جمعة مزبوط ما بيجوز نطلع الفطرة العالم عم يتقدم ونحن كمان لازم نتقدم حتى نلحق العالم والعصر عصر علم وفي كتب عن النفس ومراجع لازم تقروها وبكرة جاي عصر الفضاء إذا الناس طلعوا على القمر نحن منضل وحدنا على الأرض ما بيصير نحن من شو منعيش نحن منعيش من وجود الناس عافاك وكل ما كتروا كل ما زاد التعامل وكل ما زاد الرخاء كل ما توفقنا اكتر ومش شغلنا اكتر شوف البلاد الراقية سرقاتها تحرز
بس يا معلمي هني كمان عندهم وسائل راقي للسرقة. ونحنا كمان لازم نترقى حراميا. الله يطوب علينا من هالشغلة. شو قلت؟ تعال هون، تعال هون. ما قلت شي. سمعتك. اذا مش عاجبتك هالشغلة تقدر تقدم استقالتك هلا. معلش يا معلم سامح، غلط. انت بعدك فاضي تتعامل مع الناس بالليرة والنص؟ يا معلمي، يا محلى الليرة ونص مع فضاوة البال. صاير كل ما عم بسمع صفاير في بوليس عم يقبش على راسي. يا خفيف، خدوا وعطوا كم انتيني هيئتوا خويف. تعال. افتح لعاطف. مرحبا. اهلا عاطف، قرب لشوف. خبرنا. خبرناكم على التليفون. وانت رح تستلم الشغل بكرة. عظيم. درست المسرح منيح؟ اخذ فكرة عن مكتب السكرتيرة، مكتب المدير في الخزنة. والمداخل؟ على حراس. بدك تعرف انت بيجيبوا المعاشات على الخزنة وتضرب ضربتك قبل ما يقبضوا الشغيلة والموظفين. صعب يا شهر. لا ما بيصير، نحن بأزمة، بدك تدبر حالك. بس يا معلم لازم بالاول يأمنوا لنا شوي تنصير نقدر نتصرف. ما عليك، انت دروس المداخل كويس، ولما بتوصل فلوس على الخزنة بتعطينا علم، بتكون الخطة جاهزة. مش احسن نتروى شوي ونضل الشهر الجاي؟ لك هلأ يا عاطف، انت معنا ولا مع المعمل؟ معكم، بس ما بدك الحقيقة. الشغلة مش هينة. يمكن لو نبعت غيرك كان افضل. بعتوا شو صار؟ بعتوا؟ بعت شو؟ هلأ طلعت ورقتك انت وخلاص. انا قلبي مش مطمن لهالشغلة. انت دايما يا ابني متردد، جنسك خويف. لك شو فيها؟ انت بتدي بالشغلة وما بتلاقي الا حالك اندمجت ومشي الحال. يا جماعة فهموني، فهموني، انا كل اللي طالبه عدم السرعة وبس. معلش يا معلم، اعطيه شوية وقت. طيب روح استلم شغلك وضلك على اتصال فينا. حاضر يا معلم. اهلا وسهلا. تعطلت معنا السيارة. وين؟ قدام شوي. ممكن حدا يروح معنا يفحصنا اياها؟ والله المعلمين راحوا واني ما بفهم بهالشغلة. والشباب جوا؟ مثل ما شايف مهيصين. مناسب تشوف؟ عيد الكراج، تفضل. شكرا. كل كراج وانتو بخير. وانت بخير، شرفت، اهلا وسهلا، مع السلامة.
مين؟ مساء الخير. مساء الخير. أمر. أنا الميكانيسيان جديد وجاي بدي استلم الشغل. بهالليل؟ أنا مش من هون، بلدي بعيدي، رحت لجيب أغراضي تأخرت. اسمك عاطف؟ نعم. قالت لي الآنسة هدى إنك بدك تجي، بس ما قالت لي بدك تجي هلا. دخلك وين بدي أشوفها؟ بجوز تلاقيها بالنادي. نادي شو؟ نادي موسيقى وتسلية. تريد سيجارة؟ شكرا. عفو. خلي عنك. أنا فكري إلحاق على النادي. تسمح لي خلي الشنطة هون. يسلم. إيه ما فيش مانع. عادة أي ساعة بدي الشغل؟ ساعة 7:30. والظهر وين بتغدوا؟ في قسم من الشغيلة بيجيبوا غديهم معه، وقسم بياكل بمطعم الشركة. وبيدفعوا؟ طبعا في أكل ببلاش. معك حق. اللي بيدين هذا المطعم؟ أغلب الشغيلة بياكلوا، وآخر الشهر بيحاسبوا. ليش الأرض هون بالشهرية ولا بالأسبوع؟ لا شهرية. كم عامل فيه؟ حوالي 300. عظيم. اسمح هلا قدلني على النادي. ايه لك بتروح بأول هالطريق. ايه على شمالي مش لحد بعيد. طيب شكرا. عالسلامة. فيلي عندك وصية لما بيمرق حبيبي دلي حبيبي علي يم الشلحة الصيفية فيلي عندك وصية لما بيمرق حبيبي دلي حبيبي علي روحي على المفارق عبوة بالبساتين وانطري على المفارق هالناس المارقين روحي على المفارق عبوة بالبساتين وانطري على المفارق هالناس المارقين واللي عيونه ملهية وبيشبه عيني بيشبه عيني بيكون هيدا حبيبي دلي حبيبي علي يم الشلحة الصيفية فيلي عندك وصية لما بيمرق حبيبي دلي حبيبي علي روحي على القناطر واحكي له عاللي صار قولي له بالقناطر عم انطر ليل نهار روحي على القناطر واحكي له عاللي صار قولي له بالقناطر عم انطر ليل نهار وانسى قالك علي قولي بعد وفي وانسى قالك علي قولي بعد وفي ونضيعني حبيبي دلي حبيبي علي يم الشلحة الصيفية فيلي عندك وصية لما بيمرق حبيبي دلي حبيبي علي يلا مين كمان بده يسمع درسو؟ أنا زورو رواق شوي ياهو خلينا نرتاح شوي بعدين منكمل كمان بكرة في دروس سولفيج أمرك جي؟ تفضل بس تأخرت ترتبت حالي شوي تعا بكرة على المعمل استلم شغلك شكرا ممكن اطلب منك خدمة؟ شو هي؟ مش عارف كيف بدي احكي مخجول منك ما معي فلوس و بدي نام الليلة بأوتيل تكون رتبت حالي بقدر استلف منك 100 ليرة؟ لا تواخذني مش حامل فلوس كيف ساقبت
يا الله احرجت حالي واحرجتك. انا كان معي بس اعطيتهم لامي. يا زهرة الملاعب الحزينة على ماضي الهوى لا تسأليني، تركيني وانسيني. يا زهرة الملاعب الحزينة يا زهرة الملاعب الحزينة. مين رئيس النادي؟ أنا رئيس النادي. تسمح بكلامي؟ تفضل. أنا اسمي الفني ماني، بعزف على الجيتار وبغني، حابب أدخل بهالنادي. معك شهادات؟ شهادة شو؟ صار في نظام جديد بالنادي. شو هو؟ مشان تدخل لازم يكون عندك دبلوم من كونسيرفاتوار. مش عم بفهم. يعني شهادة موسيقي. أنا بدك تقبلني. ما بيصير ياهو، لازم دبلوم من شي كونسيرفاتوار. هالشهادة بتنفع؟ بوليس؟ وطي صوتك. بوليس؟ ايه هالشهادة بتنفع تصير موسيقي؟ معلوم بينفع، بيصير بيتهوفن كمان. انت اسمك زورو. في قضية؟ ما تخاف، انت وانا سوا سوا. شو في؟ بعدين بتفهم. لك قول، ما نحن صارنا اصحاب. في مهمة. مهمة تعاقب مجرمين؟ تقريبا. انا بطرق مسدس. في رخصة؟ ما في مسدس. فإذا بدك تساعدني. أمرك؟ ممنوع حدا يعرف أنا مين. لا أبدا، أسرار، لازم نساعد النظام. مزبوط يا زورو، لازم تعقب ومراقبة. أنا بالليل بحط ماسك قناعة وبروح مش مطاردات. هلأ ما في مطاردات، مراقبات وبس. مفهوم. وأنا هون بالأوركسترا شو؟ بدق جيتار وبغني. يا اخوان منعرفكم استاذ ماني، عنده دبلوم من سانتا لوتشيا دي روما تبع غرناطة. اهلين 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 اهلين. أمي زهودة، شو نسيتيني؟ ابدا عم بفتكر شو بدي اعمل لك. بشايت؟ شكرا، باخذ فنجان قهوه. نعم بحياتك. اثنين قهوه تفضل. يعني سهودة، اللي بيشوفك بالشركه غرقانه بالعمل والاوامر والمسؤوليات، ما بيقول هدي هي اللي كانت عم تغني قبل شوي؟ كل وقته يعطي حكمه. عظيم، يعني وقت الشغل شغل، وقت تسلي تسلي. بس الغنى مش تسلي، الغنى بخلي الإنسان يصير مرهف الشعور. بيقولوا إن الموسيقى بتزيد طاقة الإنسان على الشغل. شو عم تحكي؟ إيه، ولهالسبب سيد فوزي قرر يعمم الموسيقى على العمال بواسطة مكبرات الصوت أثناء الشغل. فإذا رح يعمل إذاعة خاصة للمعمل؟ تقريبا. يا سلام، حلو يكون في موسيقى أثناء الشغل. السيد فوزي بده يعمم صوته وغنياته بس. ليه صوته حلو؟ معلوم صوته حلو. عجيبة كيف مسابي كلكم صوتكم حلوة هون. يعني أنا صوتي بمشي الحال. أكيد بتعملوا حفلات وسهرات بهالنادي. شي بغنوا، شي بيرقصوا، شي بيلعبوا طاولة، وكمان بنعمل حفلات بيشتركوا فيها أعضاء النادي وبيعزموا الأصحاب عليها. إن شاء الله يبقى طلعنا شي دور بالمستقبل. أنت بتغني؟ لا صوتي مش حلو. إذا في تمثيل بيمشي الحال. دور شو بتاخد؟ يعني دور خادم، حرامي. ليش دور الحرامي هي؟ بيضل هربان من البوليس، ما بيظهر كتير على المسرح. شكرا.
في سيجارة؟ شكرا ما بدخن. الهيئة أن الحرارة مرتفعة على طاولة الست هدى. مين هيدا الشاب؟ أول مرة بشوفه، أول مرة بلاقيه مهتم بغير الشغل. يمكن هيدا شغل أو لايك. طبعا يعني سهودة، أكيد العيني ما بتترك إنسان. أنا مبارح بالذات كنت يائس مش عارف شو بدي أعمل. فجأة طلعت الجريدة قدامي، شو اللي خليني أفتح الصفحة اللي فيها الإعلان بالذات؟ لما فتحتها ما كنت تعرفت عليك. معك حق، مرات صدفة صغيرة بتغير مصير إنسان. يمكن لو ما تطالع الإعلان كنت رح اشتغلت مطرحتين، يمكن يكون قريب منه ويمضى العمر وما نتعرف عليك. هيك بده يصير. أنا مكتوب لي تعرف عليك. أنا ما بيمن بالصدفي. الشيء اللي احنا بنفتكره صدفي ما هو إلا موعد بده يجي وقته حتى يتحقق. عم تحكي كلام حلو. أنا جيت من الطريق، كنت عم بتشرد على الطريق، شي شدني دفعني حتى فتش عن شغل أحسن. حطيت إيدي بجيبي وصرت أتمشى بلا هدف وما لي مطرح، وقابلتك كل شي تغير، صار لي شغل وهدف ومطرح. وانتي اللي ما بتعرفيني أما انتي اللي شغلتيني. صحيح ما بعرفك، بس صار عندي خبرة، صرت أعرف الإنسان من وجهه من عيناه، صرت ميز الإنسان المليح من الإنسان المش مليح. وأنا شو رأيك فيه؟ رأيي فيك؟ قبلتك بدون واسطة وعرفتك بالسيد فوزي. دليل شو؟ دليل إني شفتك ابن حليل وبدك تشتغل. إن شاء الله ما خيب لك أملك. ما بعتقد، بس أنا بلومك شوي صغيرة، يعني لازم تكوني حريصة أكثر شوي مع الناس اللي ما بتعرفيهم، يمكن تأمنيلهم ويكونوا أشرار. صحيح، بس أنا بقول ما في إنسان خالي من الطيبة مهما يكون شرير. لهالسبب قبل الناس بالخير، بحكي الناحية المليحة فيهم ولابد ما يتجاوبوا، وبظن أنه بالنهاية بتنتصر ناحية الخير. إجا السيد فوزي. بترجيكم ما حدا يوقف، أنا مش لعبكم. السيد فوزي من أعضاء النادي المؤسسين، وهيدا اللي معه الحلاق والعواد والملحن تبعه. نيالكم عايشين براحة بال، بتخلصوا شغلكم تهتموا بهواياتكم. الله يقدرني أعيش مثلكم. دخل بالنادي أهلا وسهلا، بس ما تنسي تعطيني دور الحرامي وبعد ما صل غيره. تعرف بقول علم النفس انه الانسان دايما بحب ياخذ الادوار اللي عكس شخصيته. يا فظاع علم النفس شو تقدم. الله معكم. اهلا وسهلا. كيفك يا هدى؟ اهلا. مش هو الشاب اللي بده يشتغل عنا؟ هو بذاته. كيف اهتدى للنادي؟ اهتدى. هيئتك حربو عجبتني. عزمتني بنتي هو نورة حتى اسمع لها صف غنائي، فأعطي رأيي كمان، فجبت معي الخبير فهيم، لأنه بدون فهيم وخبرة فهيم ما بنقدر نعطي رأي. بس رأي الخبير بده يكون معاكس. ليه؟ لأنه فهيم من أنصار طريقتين بالموسيقى، لكنه نزيه وبيحكم بتجرد. ولو يا هدى بتقولي هالحكي عني أنا؟ بتشكي فيي أنا؟ أنا إذا كان واحد قاصص شعره عند غير والقصة عجبتني أوان بعترف له. أنا واسألي السيد فوزي، لا يمكن إذا ما زبطوا شوارة بالزبون إني قيمه من تحت إيدي. أنا بشهد له. أنا ما قلت شي، بس يمكن خواجة فهيم مش معوض على هالنوع من الموسيقى. فهيم بيفهم كل الأنواع، وإذا بتريدي تلحين بيانو تلحلك بيانو بكامله، ولا بظني مش قادر على هالنوع المدرب. ما بظن، مش عم بقلل من قيمتك، بس مش طريقتك يا بنتي. الأساس واحد، المعلم بلحن كل الأنواع. حاجة تقولولي قديم وجديد، حلاق رجالي حلاق ستاتي، انا بشارتك اني بخترع موديل شعر للستات فشر اوروبا.
وليش ما بتعملها اريح لك؟ ما قلي جلت النسوان الشغل معهم مثل المغنى جديد، كررنا تعود وتقسيمة حجاز كار تسوى كل الموسيقى الجديدة. الظاهر يا فهيم هدى معها حق. كيف بدك تعطي رأي وهيئتك متحيز؟ لا 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 سيد رمزي، سيد فوزي، حاكيني كلمة عشان شوفي. حالق لحالك؟ ايه كنت مستعجل وانت عم تلحن، ما بدي خربط لك اللحن، حلقت لحالي. لا بقى تعيدها نازع شوربك فهيم، ما بدي تنزعل اللحن، فيها شماتي، ما بدي زقف لبنتي اكثر مني. عامل لك لحن مثل الحان الاذاعه ولا يهمك. يلا تنسمع نورا. بابا شو بدك تسمعينا؟ غنية علمنيها الاستاذ زورو. دخلك بابا، مين هذا الشاب اللي مهتم فيه هدى هالقد؟ هذا الشاب اللي بده يشتغل عنا جديد على مكانه. طيب خليه يتسمع معنا بينبسط. وعزمت لك الاستاذ فهيم، بدك تبيضي لي وجهي قدامه. ها يلا زورو وينك؟ يلا امرك. صار في عنا جيتار بالنادي. جيتار؟ مين حضرته؟ بدك جيتار وبيغني اسبانيولي. فهيم شو رأيك تدخلي الجيتار باللحن الجديد؟ ولو يا سيد فوزي، والعود شو قاعد يعمل العود؟ الجيتار بيضيع طابع الأغنية. يا أخي عود على طول، خلينا نجدد اليوم. دارج الجيتار عالدارج، جيتار سوالف طويلة كله مثل بعض. بس لازم تلحن للجيتار، لازم تهجدت يا هو. حاش كل واحد يحكي كلمة بقى، نحن التجديد ويلي بدعنا التجديد. بكرة كل ما اجاني زبون على المحل رح اصله شواربه والزقهم على سوالفه. يلا زورو. ما بيحب هالنوع من الموسيقى. كمان بروفا، كمان بروفا. يلا يا شباب قرب انت يا زغلول. ليش انا؟ ليش؟ كله كرامتك وكرامة هالنمر يلي نشر ستيلو التقليد عم رجع لنا الدروس. بلا حكي، نتصور هالشخص اللي قدامنا رجال قام المحفظة فيها مبلغ 1000 ليرة موجودة بجيبته الداخلية، بدنا ننشره. كيف العمل؟ يلا يا زغلول.
مرحبا يا أخ، في معك ولعة؟ هلا شيل الولاعة لحتى يولع لي. وبينما هو ملتهي بالتولية بمد إيدي على المحفظة وبخده وبهرب. هيك ستوب، رنة الجراس، انت بتاخد صفر لأنك قمت بعملية مكشوفة. صح. أولا الشخص المنشول انتبه لك، رح يركض وراك، وإذا كان في ناس بيساعدوه بالقبض عليك. البوليس بيلحقك بيعتقلك، بيضربوك، بتنجبر تقر علينا. بعدين بهالعملية انكشفت شخصيتك على طول، ورح بيحطوا لك صورك بالجرايد، يعني ضيت على مستقبلك كنشال طول عمرك. صح يا خفيف، روح انت شرح لهم اصول النشل. حاضر. شوفوا يا شباب، اولا لازم يكون مظهركم لايق حتى تقدروا تدخلوا المجتمعات وما حدا يشك فيكم. طبعا. ثانيا اللطافة، اللطافة مع الجميع واحترام الجميع، اصول معاملة السيدات باللياقة والتهذيب اللازمتين للنشال الناجح. ثالثا الانضباط، النشال لازم يكون منضبط ويحترم رجال الشرطة. معلوم. ومطالعة الصحف خاصة أخبار المجتمع حتى تراقبوا تحركات الناس المرموقين. استاذ تسمح السؤال؟ قول. هل تختلف طرق النشل في الأسواق المزدحمة عن غيرها؟ برافو سرديني، سؤال جوهري. نعم تختلف. النشل في الأسواق المزدحمة والاجتماعات الشعبية وحفلات الكوكتيل يكون أكثر سهولة من الأماكن الأخرى. مثلا هالشخص اللي قدامنا هو المقصود، المكان سوق مزدحم، الناس بحركة عفوية أثناء المرور تضرب ببعضها، فصار احتكاك الأجسام شي طبيعي. ساعتها أنت بتمد إيدك على الجيبة طبعا بخفة وبتاخد المحفظة. كمان الست بتقدر تفتح لها محفظتها بسهولة، وإذا كانت معلقتها بإيدها بتقدر تقطع المسكة فبتوقع الشنطة، الست بتكمل طريقة وانت تاخد المحفظة وبتروح. بس يا معلمي قد ما نخترع ونتمرن بدل البوليس أذكى منا، لأنه ما في نشال إلا وإخرته بالحبس. ولك انت حبس ما رح تتعلم. خدوا يا خفيف، هيدا عاطف راح لقي المعمل مسكر، اهتدى عن نادي الموسيقي مطرح ما بيسهروا. وانا الصحيح هيدا عاطف مش عجبتني سلوكه كتير، اولا منه انضباط كفاية وبيضل بالشارع. الو الو، وحياتك من فضلك، في عندكم شخص موجود اسمه عاطف، ممكن تقله انه امه بدها تحكي؟ سيد عاطف. طيب سيد عاطف تليفون. شكرا. الو ماما. يا عيون الماما، ولك شو اخدك عالنادي؟ كيف عرفنا؟ ولو يا عاطف عم نراقبك. لا يا عاطف عم نطمن عليك. قالوا عاطف نحن هوني درسنا الموقف ولقينا انه السرعة احسن إلنا وإلك. لا ما منقدر ننتظر الليلة، بأي طريقة بدك تحاول تدخل على مكتب المدير وتجرب تفتح الخزنة حتى وقت اللي بتوصل الفلوس ما تتأخر بفتحها. عاطف الدوسية تبعك عنا ونحن منعرفك انت خبير بفتح الخزاين، الليلة بدك تجرب تفتحها، اعمل بروفا احسن ما بعدين تقعد تأخرنا. مفهوم؟ الله معك.
مين؟ الماما. يا حرام شو حنوني، ضلت تسأل حتى عرفت وين أنا موجود تلفنت لي. الدنيا أم مظبوط. مسكينة قلب علي، عم تسأل إذا دبرت مطرح للنوم الليلة. صحيح، شو رح تعمل؟ والله مش عارف، رح روح ياخذ الشنطة ومن هلا لبكرة الله بيفرجها. تعرف أنت لازم تحل مشكلتك نهائياً وتشوف لك شو أوضة تستأجر. تتدبر، المهم تمضى الليلة. نعم، صباح على خير. شايف قديش مهتمة فيه يا نبيل؟ عم بتفهموا أسرار المصلحة قلب علي يا حرام. بهمتها، بكرة الوالد بزد له برقي قوام. عم تحكوا عني؟ ايه عنك، عم نقول يا حرام حتى بالنادي الاهتمام بالشغل اخد وقتك. مسكين غريب ومش عم بيعرف يتدبر. ايه حرام، هيئته ملبك ومسكين. لا تأخذنا يا سيد نبيه، اذا كانت الوظيفة اللي طالبينها مش قد المقام وصار فيها سوء التفاهم. نحنا منقدر ولو شو، بس ان شاء الله الشاب بيقدر يقوم بالوظيفة. دخليك، شو اسمه؟ عاطف. ها اسمه عاطفي. شو مبين رجعت؟ شو بدنا نعمل؟ وين رح تنام؟ والله ما بعرف، ما تدبرت معي. عكل حيل، في اوتيل قريب. اكو المهم الاوتيل، المهم الفلوس. شو طفران؟ اعطيتهم لاهل البيت. تفضل. لا تعذب حيلك، داعي للشام. بعدك بلا عسل. والله مالي نفسي اكل، كثير نعسان. عندك اولاد؟ عندي ثلاث بنات وصبي. الله يخلي لك يون، خذ لنا العلبه هديه للصغار. بس هيك كثير يا عيل الشو. لا معلش. ليلي بيردي، الحارس ما قالوش حق يبرد، ولا قالو حق يجوع، ولا قالو حق ينام. وعينك شو نمت؟ يا عمي جلس حالك. يا عمي شو قصتك؟ انا ليلي ما راح ادخن. خذ قوم قوم عمي قوم قوم. صار لي ليلتين بلا نوم. تعرف انتهقتك ابن حلال وادمي. انا راح نايمك على مسؤوليتي وشو ما صار يصير. وين؟ بمكتب الآنسة هدى في صوفة. فوت ارتاح حتى يكون طلع الضوء. ايه بس ما تحكيش قدام حد. ها انا بنلام يا عمي، كتر خيرك. يلا يلا خذ الشنطة وفوت. ايه خليهم، معلش خليهم. طيب يلا. صباح الخير. وينكم خير؟